progress. احنا خدنا الموضوع ده قبل كده صح؟ مش كده؟ قلنا في الروماتيك فيفر او الحمى الروماتيزميه كان في كاردياك واكسترا كاردياك ليمين صح؟ وقلنا الكاردياك في بيريكاردايتس مايوكاردايتس واندوكاردايتس مش خدنا الكلام ده؟ ايوه احنا خدنا نوع واحد من الاندوكاردايتس بتاع الروماتيك فيفر اللي هي اسمها روماتيك اندوكاردايتس. هل في انواع ثانيه من الاندوكاردايتس؟ اكيد. بص معايا عندنا نوع انفكتيف ونون انفكتيف. معناها ايه دي؟ قال لي يعني بصوا في انفلاميشن في الاندوكاردم صح؟ قال لك ممكن تلاقي في وسط الانفلاميشن ده بكتيريا موجوده. بكتيريا هي اللي عامله الانفلاميشن الموجود ده وموجوده في قلب الليجن. او تلاقي انفلاميشن في الاندوكاردم ومفيش بكتيريا. انتوا القصه عامله ازاي؟ او مفيش اورجانيزم موجود في قلب الايه؟ الانفلاميشن اللي موجود ده. فالانفلاميشن ممكن يكون في اورجانيزم موجود او ما فيهوش اورجانيزم ايه؟ موجود. لو في اورجانيزم هنسميه ايه؟ انفكتد اندوكاردايتس. مفيش اورجانيزم هنسميها نون انفكتد نون انفكتد. بص معايا كده انفكتد اندوكاردايتس قال لي ممكن تكون ايه؟ قال لي ممكن يكون عاملها بكتيريا عنيفه جدا. ما شاء الله انفكتد يعني في اورجانيزم صح؟ فبيسموها في الحاله دي اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس. ماشي. واحد بيقول لي بكتيريا عنيفه زي ايه يعني؟ يعني ستافوريس عارفينها دي؟ بوجينيك بكتيريا ستريبتوكوكس هيمولاتيكس. تمام؟ دي كلها اسمها فيرنت بكتيريا. قال لك لو البكتيريا جت على الاندوكارديوم وعمل انفلاميشن البكتيريا العنيفه دي هنسمي النوع ده اكيوت بكتيريا اندو ايه؟ كاردايتس. طيب ممكن بكتيريا ثانيه تيجي على الصمام او ممكن لو بكتيريا ضعيفه شويه. ماشي؟ يعني ايه؟ في نوع بصراحه اسمه سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس. قال لك ايه اللي بيعملها؟ قال لك بكتيريا ضعيفه. زي ايه؟ في نوع من البكتيريا اسمها ستريبتوكوكس فيريدنس. ماشي؟ في نوع بنسميه ستافيلوكوكس البس. في نوع بنسميه هيموفلس انفلونزا. دي كلها بكتيريا ضعيفه صح؟ دي لو راحت على الصمام هتعمل نوع من الالتهاب اسمه ايه؟ هو بكتيريا برضه بس ايه؟ مش اكيوت بس اسمه ايه؟ صاب اكيوت بكتيريا ايه؟ اندوكاردايتس. ممكن نوع تاني من البكتيريا تي بي تيوبركلوس اندو ايه؟ كاردايتس. ماشي تيوبركلوس ايه؟ اندوكاردايتس. كل حاجه كل يوم. او ممكن فطريات فانجل انفكشن فانجل اندوكاردايتس. اما تبدا بس الاول ممكن يبقى الاندوكاردايتس ما فيهاش بكتيريا نون انفكتيف. ايه الفكره بتاعتها يعني؟ بص معايا دلوقتي في عندنا صمام اهو وايه الحشو بتاع الصمام؟ محشي ايه ده؟ كولاجين صح كده؟ قال لي والله ممكن هو الاساس بتاع الانفلاميشن لو تفتكروا الكولاجين ده بيتدمر صح؟ فالارضيه بتاع الصمام بتبوظ مش كده برضه اخواننا؟ او الارضيه بتاع الاندوكاردم ايه؟ الايزر. قال لي ممكن بقى الكولاجين ده يبوظ بطريقتين. ماشي؟ ايه الطريقتين دول؟ ممكن كولاجين ديزيز اللي هو يعني ايه ها؟ اوتو اميون ديزيز. وممكن نوع من الديجنريشن بيحصل. ممكن يحصل في نوع من ايه؟ من الديجنريشن في السن الكبير في الاولد ايج. النون انفكتيف قال احنا الكولاجين اللي هو الحشو بتاع او الاسترون بتاع القسم نفسه بيبوظ. ايه اللي هيبوظ الحشو ده؟ ماشي. قال يا اما بيتدمر باوتو انتي بودي وده كولاجين ايه؟ ديزيز او اوتو اميون كولاجين ديزيز. او يقول لك
نوع من الديجنريشن بيحصل في السن الكبير، بس سواء ده او ده مفيش بكتيريا صح؟ يعني سواء كوريشن ديزيز او سواء ديجنريشن مفيش اي بكتيريا موجوده فين؟ بس مام يعني انفكتيف ولا نون انفكتيف؟ نون انفكتيف اندوكاردايتس مش كده برضه؟ طب استنى بقى كوليجن ديزيز زي ايه؟ قال لك كوليجن زي خلينا نحسب فاكت زي ها روماتيك فيبر ماشي بيطلع اوتو انتي بودي بيدمر مين؟ الكوليجن. وزي نوع من الامراض اسمه سيستميك لوبس اريثيماتوزس اسمه ايه؟ سيستميك لوبس ايه؟ اريثيماتوزس برضه نوع من الكولاجين ايه؟ ديزيز بيتدمر في الكولاجين الموجود فين؟ في الصمام هنا بيلاقي اسم كده اندوكاردايتس هنا اسمها اتيبيكال فيروكس اندوكاردايتس. ليه سموها كده؟ قال لك هو بيطلع اوتو انتيبودي بيكسر مين؟ الكولاجين تمام؟ فالاندوكاردم هيبوظ مش كده؟ فيتكون فيجيتيشنز بس نظرها ازاي؟ عامله زي الفيجيتيشن دي قال لك ايه؟ عامله زي الفينجر لايك بروجكشنز اللي هي ايه؟ فينجر لايك ايه؟ بروجكشن. ايه اللي بيحصل؟ قال لي نون انفكتد اندوكارديتس قال لك بيحصل ديستراكشن في الكولاجين اللي جوه القصب نفسه. قال لك تكسير الكولاجين ده ليه طريقتين. قال لك ممكن نوع من الديجنريشن بس في السن الكبير ادي نوع هنتكلم عنه دلوقتي او ممكن يحصل نتيجه كولاجين ديزيز. يعني ايه كولاجين ديزيز؟ اوتو اميون ديس اوردر. اوتو انتي بودي هيطلع يدمر الكولاجين اللي موجود في الحشو بتاع الصمام. قال لك طب ايه الكولاجين ديزيز اللي بيتدمر فيها الصمام دي او الاسترون بتاع الصمام؟ روماتيك فيفر ما حصل اللي فاتت. ومرض اسمه سيستميك لوبس اريثيماتوز. برضه السيستميك لوبس ده كولاجين ايه ديزيز بيتكسر فيه الكولاجين برضه نفس الفكره. بس في السيستميك لوبس بيحصل الكولاجين بيتكسر وبيتكون فيجيتيشن على الصمام. اكمن الفيجيتيشن ليها فينجر لايك بروجكشن كده كلمه فيروكس يعني وارتي. يعني كلمه وارتي؟ قال لك ليها فينجر لايك بروجكشن ماشي كلام؟ ايه الفينجر لايك بروجكشن؟ قال لك الفيجيتيشن اللي اتكونت دي عامله زي الصوابع اللي بيسموها الاندوكارديتس اللي بيتكون فيها فيجيتيشن عامله زي الفينجرز. اتيبيكال فيروكس اندو ايه؟ اندوكارديتس. في مشاكل؟ تاني نوع من الفيجيتيشن اتكلمنا عنه. كان في روماتيك فيفر فيها فيجيتيشن صح؟ روماتيك فيجيتيشن. الاكيوت فيز بتاعتها لو تفتكروا. تاني نوع تاني بيتكون فيه او تاني مرض في فيجيتيشن مرض اسمه سيستميك لوبس ايه؟ اريثيماتوز. طب في الاولد ايج قال لي ابدا الديجنريشن بيحصل فين؟ في الكولاجين. وبيحصل نوع من الجلطات برضه بتتكون على الصمام وبيسموا المرض ده اسمه نون بكتيريال ثرومبوتيك اندوكاردايتس. يعني الديجنريشن ده فيه بكتيريا بيردوا عليه. مفهوش صح؟ يعني نون بكتيريال اندو ايه؟ كاردايتس. لما حصل فيه ديجنريشن الصمام كان عليه ايه؟ نوع من الجلطات فيها نون بكتيريال وفيها ايه؟ ثرومبوز. نون بكتيريال ثرومبوتيك اندوكاردايتس. حاجه ثانيه. في بقى انواع ثانيه يعني يقول لك ايه؟ في اندوكاردايتس مع الكارسينويد سندروم. تفتكر حاجه اسمها الكارسينويد سندروم؟ ايه الكارسينويد سندروم دي؟ قلنا كان في سيروتونين بيطلع من بعض الاورام، فاكرين الكلام ده؟ بيعمل ايه السيروتونين ده؟ كان بيعمل ها؟ دايريا؟ ها؟ ايه تاني؟ برونكوس باز وفلاشنج اوف فيس صح؟ تمام؟ وبيعمل معاه كمان اندوكاردايتس. وبيسموا الاندوكاردايتس، طب دي بكتيريا ولا نون بكتيريال؟ نون بكتيريال بيسموها اندوكاردايتس وذ كارسينويد سندروم اسمها كده. اندوكاردايتس وذ كارسينويد ايه؟ سندروم او ساعات بيسموها كارسينويد اندوكاردايتس. دي نتيجة ايه؟ السيروتونين اللي بيطلع من بعض الايه؟ الاورام. اسمها اندوكاردايتس وذ كارسينويد ايه؟ سندروم. دي برضه نون ايه؟ نون انفكتيف او نون بكتيريال اندوكاردايتس. نرجع تاني في الاول. الاندوكاردايتس ممكن يبقى سببها بكتيريا او اورجانيزم او مفيش اورجانيزم. اللي فيها اورجانيزم ممكن فيرالنت بكتيريا سميناها اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس. او بكتيريا ضعيفه يبقى سب اكيوت بكتيريا اندو ايه؟ كاردايتس. دي بقى السؤال المهم بقى دول. ايه الفرق بين اكيوت؟ هما الاثنين بكتيريا صح؟ بس واحده اكيوت وواحده ايه؟ سب اكيوت. ايه الفرق بينهم؟ لان الموضوع ده رخم قوي في الكتاب. ماشي؟ وطبعا جه في اول الاندوكاردايتس قال لك والله ده انفلاميشن اوف اندوكارديا ممكن في اورجانيزم بسميه انفكتيف ممكن ما فيهوش اورجانيزم نوت انفكتيف. وبعد يبص لك كده ايه نون افكتيف زي كذا وكذا امثله وخلاص. وبعد كده بدا يشرح بالتفصيل النوعين دول اللي هم الاكيوت ومين والسب اكيوت. ماشي؟ طيب نيجي نبص بقى ايه فرقهم ازاي؟ طبعا بيقول لك الاكيوت وقعد يوصف يوصف تحس
ان هو بيشرح يجي يرجع تاني في سب اكيوت اكنه بيعيد تاني الاكيوت تحس انك تهت مش فاهم حاجه. ويجي في الامتحان يقارن لي، ما هي مش موجوده مقارنه في الكتاب اصلا، بين الاكيوت قارن لي بين الاكيوت وبين مين؟ السب اكيوت بكتيريا اندوكارديتس. هشرحها على هيئه مقارنه. بص معايا كده، احنا في دلوقتي حاجه الاكيوت مين اللي بيعملها؟ فيرولنت بكتيريا صح؟ اللي هم مين؟ زي از ستاف اوريوس ومين؟ وستريب كوكس ايه؟ هيمولايتس. طب السب اكيوت مين اللي بيعملها؟ بكتيريا ضعيفه زي مين؟ ستريب كوكس فيردنس. واشهرهم او 95% من حالات السب اكيوت بيعملها ستريب كوكس فيردنس، لدرجه ساعات بيسموها فيردنس اندوكاردايتس. يعني ساعات مجازا كده بيسموها ايه؟ التكمله دي اشهر بكتيريا بتعملها هي مين؟ ستريبت كوكس فيردنس. بيقول لك ايه؟ فيردنس اندوكاردايتس. يعني نسبة ان هي اشهر نوع من البكتيريا بيعمل مين؟ سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس. بصوا معايا بقى كده. هنقارن بقى النوعين دول كده. اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس، سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس. الاورجانيزم هنا قلنا فيرلنت صح؟ هنا ويك اورجانيزم. طب سؤال بقى، بصوا الفيرلنت ده يعني ستاف اوريوس وصلت القلب ازاي؟ يعني هي هتروح للاندوكارديوم مش كده؟ ايه اللي وصلها للقلب؟ قال لك عنده سبتك فوكس. عنده ايه؟ سبتك ايه؟ يعني ايه سبتك فوكس؟ عنده صخور راك. فاكرين الكومبليكيشن بتاع الابسس؟ بكتيريميا، سبتسيميا، بايميا مش كده؟ يعني ايه بكتيريميا؟ البكتيريا تخش فين؟ في الدم وتجرع السيركوليشن. طب دلوقتي واحد عنده خراج والخراج ده مليان ستاف دلوقتي، مش الستاف دي ممكن تخش على الدم؟ هتروح على فين؟ على الاندوكارديوم. يعني عنده سبت الفوكس مش كده؟ طيب يبقى دي جايه منين؟ قال لك من سبت الفوكس. السب اكيوت مين اللي بيعملها؟ اشهر حاجه قلنا مين؟ ستريبتوكوكس فيردنس. قال لك دي بتخش ازاي القلب؟ قال لك موجوده كومنسال في الاورال كافيتي، موجوده عادي جدا. بيقول لك بتدخل افتر توث اكستراكشن. بتدخل امتى؟ بعد خلع ايه؟ سنان. افتر توث اكستراكشن. طيب عشان هنشوف دلوقتي مناقشه في الموضوع دلوقتي. اللي هي بعد خلع السنان دي، دكتور السنان ساعات بيسال العيان كده اسئله معينه قبل ما يخلع له ايه؟ ضرسه او سنته، هقول لك عليها دلوقتي. طب سؤال دلوقتي، دي المفروض انها هتروح فين؟ قال لك تروح على الصمام. هتروح فين؟ على الصمام. قال طب الصمام قبل ما تروح البكتيريا كان حالته ايه؟ قال لك الفالف بيفور ليجن. اسمع. قال لك في الاكيوت البكتيريا عنيفه جدا صح؟ قويه جدا. بتروح على صمام سليم وبتدمره. هيلثي. ماشي؟ البكتيريا العنيفه دي اللي هي ستاف اوريوس وستريب كوكس هيمولايتس عندها القدره انها تاتاك صمام سليم وتدمره. ماشي يا اخوانا؟ طيب. امال هنا قال لك البكتيريا ضعيفه صح؟ ما تقدرش تروح على صمام سليم تعمل فيه مشكله خالص. يعني لو واحد القلب بتاعه سليم وصماماته سليمه قال لك البكتيريا تخش في الدم والاسبرين يكسرها ولا اي حاجه ولا اي مشكله. ولا كانها كانت موجوده اصلا. يبقى هنا لازم عشان البكتيريا تاثر على الصمام يكون او تروح على الصمام يكون اصلا الصمام فيه مشكله. ديزيز ديفالف. يقول لك ديزيز دي ازاي يعني؟ قال لك يعني كان عنده حمى روماتيزميه قبل كده، روماتيك فيفر. ماشي؟ او عنده كونجنتال ديس اوردر. او صمام صناعي. بروثيتك فالف. ايه الفكره يعني؟ قال لك لو واحد عنده روماتيك فالف كان يعني عنده روماتيزم يعني قديم، الصمام يبقى خشن والريجلر وبتاع، فالبكتيريا بتروح عليه تقعد عليه تستقر عليه. او كونجينيتال ديس اوردر نفس الفكره برضه، في خشونه في الصمام او اي مشكله تستقر عليه. الصمامات الصناعيه تبقى نوعا ما خشنه، البكتيريا بتستقر ايه؟ عليها. ماشي؟ يعني البكتيريا الضعيفه دي ما تقدرش تروح على صمام سليم وتستقر عليه خالص. لازم يكون اصلا الصمام فيه ايه؟ مشكله قبل كده. يا اما عنده روماتيزم، يا اما عنده كونجينيتال ديس اوردر في الصمام نفسه، او مركب صمام صناعي. ده على فكره ساعات بيسموها بروسيتيك فالف اندوكاردايتس. يعني ايه في الاسم؟ اسم اشهر او اسم غير سب اكيوت يقول لك ايه؟ فيردنز اندوكاردايتس. ساعات يسموها ايه؟ بروثيتيك فالف اندوكاردايتس. من اسم جاي منين يعني؟ كانت بتتكون على الصمام الايه؟ الصناعي ده. ايه اللي بيحصل؟ تعالى نشوف كده مع بعض. ايه الليجن بقى اللي بيحصل في الصمام؟ تعالى نتفرج. بعدين طب استنى بقى، يعني ممكن اقول من ضمن الكومبليكيشن
بتاع الروماتيك فيفر ان ممكن يحصل سب اكيوت بكتيريال ايه؟ اندوكاردايتس. عشان كده دايما الدكتور بتاع الاسنان بيجي يخلع ضرس واحد يقول له ايه؟ انت عندك مشكله في القلب. فانت تفتكر انها حاجه في البنج يعني. ماشي؟ يقول لك اه عشان البنج ما ياثرش عليه او عشان لو بيخف ولا حاجه قلبه. لا هو مش قصده كده. هو بيخف من المشاكل دي. تمام؟ طب ايه يعني لو عنده حاجه زي كده يعني؟ عنده روماتيك، عنده بتاع، بيديله نوع معين من الانتي بايوتيك عشان يدمر البكتيريا دي. ماشي؟ ما يبقى ما ايه؟ ما يخلعوش السله والعيان يخش في كومبليكيشن ثانيه. تمام؟ لان دي كومنسال موجوده فين؟ في الاورال ميكوزا. بيقول انت عندك مشكله في القلب يعني؟ قالوا انا كنت ايه عندي روماتيزم وبتاع، يبدا بيديله بقى ايه انتي بايوتكس او لونج اكتيف بنسلين او حاجات زي كده عشان يبدا ايه يتقي شر الايه السب اكيوت بكتيريا اللي عنده ايه كارديتس. بيسالوا عشان كده. تمام؟ عندك مشكله في القلب، كنت عملت عمليه قلب قبل كده؟ لو واحد عمل عمليه قلب مفتوح بيبدا بقى ايه يقول له هديك الدواء ده بس بعد اذنك روح بس للدكتور بتاع القلب اللي انت بتابع معاه وشوف هل الدواء ده يتناسب معاك ولا ايه ولا لا، ابدا تابع معاه. ماشي يا اخوانا؟ عشان ما يدخلش في مصيبه ايه ثانيه من هنا في 6 نيل. ماشي يا اخوانا؟ طيب ايه اللي هيحصل في الصمام؟ بص يعني ده صمام هيروح له بكتيريا قويه جدا بايوجينيك بكتيريا، وده صمام هيروح له بكتيريا ايه ضعيفه. قال لك بص يا سيدي اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس الليجنز. بص يا سيدي الصمام اهو. بص يا اخويا، هو الصمام قبل ما تبصر البكتيريا في الاكيوت كيس كان حالته عامله ازاي؟ سليم صح؟ البكتيريا دخلت على الصمام عملت في ايه؟ اكيوت سابريت انفلاميشن. يعني الصمام بقى كونجستد اديماتس وبرفوريتد متخرب. ده مصيبه. وكمان بقى بتنام 60 نيله اتكونت عليه جلطات. الجلطه اللي بتتكون على الصمام اسمها ايه؟ فيجيتيشن صح؟ معاه فيجيتيشن. ماشي؟ طيب ثالث نوع خلي بالكم، كان في نوع روماتيك فيجيتيشن، النوع الثاني اتيبيكال فيروكس اندو كارديتس، النوع الثالث انفيجيتيشنز اوف اكيوت بكتيريال اندو ايه كارديتس. لسه عايز اوصف دي. طب هنا ايه رايكم؟ قالك الصمام اخباره ايه؟ اصلا في صوره المرض الاولاني كان عنده، لان البكتيريا مش هتخش جوه الصمام خالص، مالهاش دعوه، بكتيريا ضعيفه، كل اللي هتعمله هتستقر بس على الصمام من بره وتبدا تكون فيجيتيشن عليه من بره خالص. بس البكتيريا مع شويه بليتلت مع فايبرين يعملوا ايه؟ فيجيتيشن فقط. هل الصمام نفسه هيزيد فيه حاجه من جوه؟ خالص. يعني هو زي ما هو يعني. اه لو في كونجينيتال ديسوردر، لو كان روماتيك فالف، لو كان صمام صنعي، مفيش جديد. بيقول لك الفالف شو بيكتشر اوف بريجوس ايه؟ ديزيز، اللي هو كان اصلا سبب الموضوع، سبب المشكله. تمام؟ الزياده بس هنا في ايه؟ ها؟ فيجيتيشن. ركزوا معايا تاني عشان دي بتلخبط. دلوقتي عندك اكيوت بكتيريا وصاب اكيوت بكتيريا. فالاكيوت البكتيريا بتروح على صمام سليم، يبقى قبل الليجن كان الصمام ايه؟ سليم. الصاب اكيوت بكتيريا ضعيفه هتروح على صمام بايظ اصلا. طيب هنا في الاكيوت اللي حصل الصمام حصل في اكيوت انفلاميشن صح؟ واتكون عليه فيجيتيشن. يعني في الصمام اتغير وزاد عليه كمان ايه؟ فيجيتيشن. هنا الصمام اصلا كان مريض مش كده؟ فالصمام في صوره المرض اللي كان فيه تمام؟ كونجنتال ديس اوردر، روماتيك، سب اكيوت على وقت صمام صناعي متركب تمام؟ الزياده بس هنا ايه؟ فيجيتيشن بس وخلاص. تمام؟ يعني هنا صمام بايظ مع فيجيتيشن. هنا فيجيتيشن ده الجديد، انا بتكلم عن الصوره الجديده اللي حصلت دلوقتي. في مشاكل؟ طيب وبعدين اوصف الفيجيتيشن دي ودي. الفرق بينهم؟ هنا بتبقى لارج. هنا برضه لارج. ماشي؟ فرايبل. مفروله. تتفتت بسهوله. فرايبل. هنا ايزلي ديتاتشبل. ديتاتشبل. هنا ديتاتشبل. مفيش فروق خالص صح؟ هنا تبقى مصفره.
هنا جريش مش شرط، مش شرط اللون كمان. يعني من الاخر يعني تقريبا دي شكل بالظبط صح؟ دي حاجه بيقول لك بوليبويد يعني عامل زي البوليبس كده. الخطوره هنا ان دي ديتاشبل ودي برضه ايه؟ ديتاشبل. ايه الفرق بين دول والروماتيك؟ بتاع الروماتيك الادهرنت صح؟ دي بتتفتت وبتجري في السيركوليشن. طب ماشي انا لحد دلوقتي مش شايف فرق في الفيجيتيشن صح؟ طب مايكروسكوبيكالي هو يعني ايه فيجيتيشن؟ بتتكون من ايه الفيجيتيشن ده يا اخوانا؟ يعني اي نوع من الجلطات؟ بيل ولا ريد ولا لامينيتد؟ بيل صح؟ يعني فيها ايه ها؟ بليتد صح؟ ها؟ وفايبر واربسيز كده اجابتك ناقصه. ليه؟ الفيجيتيشن بتاع الاكيوت والسب اكيوت اسمها acute bacterial endocarditis، اسمها sub acute ايه؟ bacterial endocarditis. طب بعد حصه اكلمك ساعه كده بس ماشي. acute وايه؟ bacterial bacterial صح كده؟ معايا يا اخوانا؟ يبقى لازم تقول ان فيه كورنس اوف بكتيريا. لو نسيت دي هتنقص. انت بتقول لي acute bacterial صح؟ تمام. يعني لما يقول لك قارن لي بين الفيجيتيشن في روماتيك فيجيتيشن، في فيجيتيشنز اوف اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس، فيجيتيشنز اوف سب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس ماشي. مايكروسكوب كده ايه الفرق؟ اوعى تقول لي ادهرنت. الفرق بالميكروسكوب دي ادهرنت يا عم، بقول لك بالميكروسكوب دي بليتلت وفايبرين ونو اورجانيزم. في الروماتيك هنا بليتلت وفايبرين واورجانيزم، وفي سب اكيوت برضه بليتلت وفايبرين وايه؟ اورجانيزم. هتقول طب استنى ما هو كده الاثنين شكل بعض يعني حتى الشكل زي بعضهم صح؟ لارج وفرايبل وايزلي تانشن صح؟ مايكروسكوبيك يعني هما الاثنين بليتلت وفايبر. واحد يقول ما هي دي بايوجينيك ودي مش بايوجينيك. انت هتعرف ازاي؟ دي لها ليها سبيشالستين اصلا الحاجات دي. انت بتصبغ دلوقتي هيماتوكسين وايه؟ ويسن. يعني تعرف لا جرام لا معاك جرام يسن ولا معاك حاجه دلوقتي. انت شايف بكتيريا موجوده وخلاص مش عارف اذا كانت بايوجينيك ولا لا. افرقهم ازاي؟ هي مش دي بايوجينيك. يعني المفروض تلاقي معاها ايه؟ بوليمورف وبسلز مش كده برضه؟ هنا في بايوجينيك انفكشن لا في بوليمورف ولا بسلز. دي اللي هتعرفني الفرق بينهم. فهمت القصه عامله ازاي؟ يعني الشكل الخارجي الاثنين حجمهم كبير وبيتفتتوا بسهوله، ويعني ممكن تفرق باللون. دي لونها اصفر صفر ودي لونها ايه؟ جريش. ممكن ماشي. بالميكروسكوب هما الاثنين فيجيتيشن، هما الاثنين بيلس رومباي، وهما الاثنين بكتيريا. يعني بليتلت وفايبرين وفي بكتيريا. لازم تقول لي في بكتيريا، ما هو بكتيريا الاندوكاردايتس. الفرق بس ان في واحده بايوجينيك وواحده نون بايوجينيك. يبقى بايوجينيك في باسلز وبوليمورف طبعا ماشي. والثانيه اصلا البكتيريا ما دخلتش جوه الصوم اساسا، هيحصل انفلاميشن ليه؟ تمام. فهتلاقي ايه؟ في بليتلت وفايبرين وبكتيريا بس ما فيش لا بوليمورف ولا في بص ايه؟ باسلز. صعبه؟ في مشكله؟ ادي الفرق بينهم. ايه مشكلتها يعني؟ واحد جاله اكيوت بكتيريال وواحد جاله سب اكيوت، هيجرى له ايه يعني؟ ايه المشكله يعني؟ بص معايا. اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس وسب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس. كومبليكيشنز. اه طبعا. بص معايا. اشمعنى؟ عايز تنام؟ طب ما تنام. قول له اي حاجه يعني. بص يا فكروا كده معايا ايه اللي ممكن يحصل هنا في الاكيوت؟ بقول لك الكاسب بيرفوريتد صح؟ وعندك كتل مليانه بايوجينيك بكتيريا والكتل دي ها ديتكشن. يبقى عندك مشكلتين دلوقتي. الصمام ممكن يرابشر، مش هو بيفتح ويقفل يفتح ويقفل صح؟ يرابشر. يعني ايه؟ قال لي دلوقتي كان بيفتح ويقفل بيفتح ويقفل، فجاه انفجر الصمام ده رابشر اوف كاسب. تمام. وبعدين يحصل سادن انكومبتنس، يعني بعد ما كان الفنتركل بيضخ للاورطه بقى الدم بيرجع الاكرم تاني. طب وبعدين؟ اكيوت هارت فيلير فيتال، بيموت هيموت. طب عدى يعني عدى من دي، الصمام ما فرقعش متماسك نوعا ما، مش هيعدي برضه بالثانيه. هيحصل ديتاتشمنت اوف فيجيتيشن صح؟
وتجري في السيركوليشن وتعمل سيبتك امبراري. وخلي بالكم كل كعبه من تجري في السيركوليشن مليانه بايوجينيك بكتيريا بتتحشر في الرئه في الكدني في البرين باين هيموت فيها يعني كده كده ميت. واخر الكومبليكيشن بتاع الاكيوت ما فيهاش هزار ميت ميت مش كده يا الكاسب يابشر صدمه انكومبتنس اكيوت هارت فيلير فيتال يا الفيجيتيشن تتفتت ماشي ويسالنا الاثنين مع بعض بقى يا يعني بايميا راح داخل كمان في ايه في رابشر اوف كاسب يعني كده برضو ايه ميت. عشان كده دي ما فيهاش هزار ولا فيها ريسك في الكومبليكيشن هم الجوز دول خلاص كده اخوانا. الثانيه ما بتموتش بس كلامها كتير قوي اللي هي ايه بقى السب اكيوت بكتيريا اندوكارد ايه مشكلتها ايه رايكم؟ هو هقول لكم حاجه ايه البوستر داتا اللي زادت؟ ردوا عليا مش كده برضه؟ يعني هل في جديد على الكسب نفسه؟ يبقى كل مشكله سابها؟ هنا كان اللي جد في الموضوع الصمام باظ وفي فيجيتيشن صح؟ فده ليه مشكله ودي بتعمل مشكله. انما هنا ايه اللي جديد؟ وبعدين طب ما لو روماتيك فالف ليه كومبليكيشن انا بقول ايه اللي جد عليه؟ ماشي في كومبليكيشن روماتيك خلصنا من دي. ايه اللي زاد؟ ان في فيجيتيشن صح؟ يبقى قول لي بقى الكومبليكيشن بتاع الجديد بس. بتاع المرض اللي موجود عندي السب اكيوت بكتيريا الايه؟ اندوكاردايتس. ماشي اخوانا؟ اللي هي الفيجيتيشن. يبقى المشكله كلها في الفيجيتيشن صح؟ هتعمل ايه؟ تعال نتفرج ونشوف. بص. يعني ايه؟ تعبان برضه؟ طيب ماشي. ها. السب اكيوت المشكله بتاعتها كلها في الفيجيتيشن. امبوليك كاردياك توكسيك بس يعني بص معايا يا اما تتخلع عن مكانها وتجري في السيركوليشن ماشي امبوليك كومبليكيشن يا اما وهي على الصمام تعمل مشاكل قال لك طب ما احنا قلنا مش هتخش في الصمام قال لك يحصل لها اورجنايزيشن بفايبروزس فايبروستيشن تمام يبقى ده مشكله في الصمام مش كده هو لو حصل فايبروز على الصمام اللي تعمل ايه قال لك يا ستينوزس يا اما انكومبتنس هتقول لي يعني ممكن الصمام اصلا كان بايظ فيزداد بوظانا بصوا يا جماعه بصوا يا شباب نبدا بامبوليك كومبليكيشن قال لك يعني ايه؟ قال لك الفيجيتيشن اللي فيها البكتيريا هتطلع من مكانها وتتخلع من مكانها. طب استنى كده. ايه الفرق بين الفيجيتيشن بتاع الاكيوت والسب اكيوت؟ ان دي فيها بكتيريا ودي فيها بكتيريا صح؟ بس دي بايوجينيك بكتيريا ودي نون بايوجينيك بكتيريا بكتيريا ضعيفه صح؟ لما اتخلعت الفيجيتيشن هنا من مكانها عملت حاجه اسمها سيبتك ايه؟ امبولاري. طب هنا هتعمل ايه؟ السب اكيوت. بصوا معايا كده في الصب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس الصمام عليه جلطات صح؟ فيها بكتيريا فيها بكتيريا بس ويك بكتيريا هتتخلع وتجري في السيركوليشن لما تجري في السيركوليشن عملت امبولاي الامبولاي اسمها ايه بقى؟ سيبتك ولا اسيبتك؟ واحد يقول لي اسيبتك ما هو كلمه اسيبتك يعني ما فيهاش بكتيريا واحد يقول لي طب سيبتك ما لو سيبتك هتعمل بايميا يبقى هي سيبتك بس مش تعمل بايميا صح كده؟ هي فيها بكتيريا بس مش تعمل ايه؟ بايميا قال طب دي نسميها ايه؟ قال لك نسميها لو جريد انفكتيف امبولاي يعني هي انفكتيف بس ما ترقاش لدرجه الايه؟ البايميا فهمت القصه عامله ازاي؟ اسمها لو جريد انفكتيف ايه؟ امبولاي فهمت يا اخوانا؟ ماشي ما ينفعش اقول سيبتك اصلا كلمه سيبتك امبولاي دي يعني بايميا كلمة سيبتك معناها ايه؟ هيحصل بايم خراريج وبتاع دي ما فيش خراريج ولا حاجة بس في بكتيريا موجودة ماشي فاهم اسمها ايه؟ لو جريد انفكتيف ايه؟ امبولاي طب بتعمل الامبولاي دي؟ عشان ويك بكتيريا هل هي بايوجينيك؟ يعني لو دخلت في اورجن تعمل خراج؟ لا بس ممكن تعمل التهابات ممكن تعمل ايه؟ التهاب بس مش خراج نوع معين من الانفلاميشن بس ما يرقاش لمرحلة الايه؟ الابسس ولا الكلام ده كله في مشاكل؟ طيب على حسب بقى حجمها كبير ولا صغير ماشي يعني كتل كبيره جريت في السيركوليشن يعني فيجيتيشن كامل كده طلع جري في قلب الايه السيركول قال لك هيسد ارتر كبير
ماشي. ويعمل ايه؟ على حسب بقى سيريبرال انفاركشن، مايوكاردال انفاركشن او كورونري، رينال انفاركشن، فهمت القصه؟ ريتنال ليجن ده لو ايه؟ جلطه كبيره وجري في قلب الايه؟ السيركوليشن. ماشي؟ طيب. يبقى لو هتعمل هنا انفاركشن. طب لو حجمها صغير يعني ممكن تخش في كابيلاريز يعني. يعني لو فيري سمول ممكن تدخل فين؟ في الكابيلاريز. قال لك هتتحشر في الاورجنز وتعمل التهابات. هتخش في قلب الايه؟ الاورجن وتعمل فيه بعض الايه؟ انفلاماتوري ايه؟ رياكشن. اورجن زي ايه؟ قال لك بص يا سيدي هنتكلم على الكليا والارتريز ماشي والسكن. مش فاهم يعني ايه؟ ما هي الارتريز لا الارتريز الكابيلاريز اللي بتغذي الارتريز او الارتريوز اللي بيغذوا الايه؟ الفظه بذوره من الاخر. طب واحده واحده كده نرجع تاني الفيجيتيشن لو كبيره وضخمه ماشي يعني واحده كامله من دول اتخلقت وجريت في السيركوليشن بتسد ارتر كامل وتقفله وتعمل ايه؟ انفاركشن. على حسب بقى السيريبرال ماشي يعمل ايه؟ سيريبرال انفاركشن في لو في كورونري كورونري انفاركشن او مايوكاردال انفاركشن لو في كيليا رينال انفاركشن فهمت القصه؟ طيب لو فيري سمول ودخلت في الكابيلاريز بقى ماشي بتعمل ايه دي؟ قال لك التهابات في المنطقه الرايحه ازاي؟ نبدا بالكدني. مش الكدني فيها الجلوميرولاي صح؟ يقول لك الفيري سمول امبولاي دي هتوصل لحد الجلوميرولاي وتبدا تعمل انفلاماتوري اكشن فين؟ في الكدني. كل نقطة من دول عبارة عن ايه؟ قال لك عبارة عن جلوميرولاس او مجموعة جلوميرولاي وصلهم الايه؟ الامبولاي دي وبدأت تعمل انفلاماتوري اكشن حواليهم كده. بقت عبارة عن فوكاي كده منين من انفكشن فين؟ في قلب الكدني. وبيسموا المنظر ده فوكال امبوليك جلوميرولو نفرايتس. بصوا كلمة جلوميرولو نفرايتس انفلاميشن في الجلوميرولاي. طب فوكر ليه؟ لانها واخده اجزاء معينه منين؟ من كدني، ماشي يا اخوانا كلام؟ طيب. او بتيجي تبص على الكليه كده من بره يقول لك انت عارفين قصر الناموس عامله ازاي؟ القصر ايه؟ بتلاقيها بارزه كده وخلاص وبعدين بتختفي بعدها ما فيش بكام ساعه كده وخلاص انتهى الموضوع. او ما فيش ساعه وتكون راحت ايه؟ القصر بتاع القصر ده خلاص. البرغوت اللي منظر تاني. ساعات ما انت قاعد في واحده صحيه في ارياف ولا حاجه وتلاقي عيل ايه؟ جاي يكشف عندك كده فتلاقي الواد جسمه كله محمر كده نقط حمراء كده. فتقول لها ايه ده هو عنده حساسيه؟ فاكر يا دكتور ده قرص؟ ده قرص ايه؟ قرص براغيت. البرغوت بيقرص بيعمل حته بتورم كده ليه المنطقه زي الناموس بالظبط كده وبعدين بتنزل تاني بمستوى الجلد وتسيب نقطه حمراء مكانها. بتيجي تبص على الكليه تلاقيها منقطه نقط حمراء صغيره كده. يقول لك الكليه اللي قرصها البرغوت او الكليه اكن قرصها ايه؟ برغوت بيسموها فليت باترن كدني. ما تضحكوش ده ساعات بيسال كده في الامتحان. اتكلم عن فليت باترن كدني. الفليت باترن كدني ده استعاره مبنيه شبه الكليه بالايه؟ بالجلد يعني والنقط الحمراء بقرص البراغيث وتطلب على براعه الشاعر في اصطياد الحشرات اي حاجه. خلاص يا اخوانا اي مصيبه بقى يعني مش تشبيه يعني مش مرض بيتنقل بالبراغيث. خدته بره بقى وبتاع قرص روبوتز وبتاع وده امراض بيتنقل بالبراغيث لا لا خالص. هي امبولاي عملت النقط الحمراء بقت شبه الايه؟ قرص المرغوب بالظبط على الجلد والفرد. في مشاكل؟ ماشي يا اخوانا؟ طيب. طبعا انا كده تحتها رينال سيستم لان دي هناخدها بالتفصيل في الكدني. ماشي؟ هناخدها ايه؟ جروس مايكروسكوبك اميونو فلوريسنس اليورين داكشر كلينيكال داكشر بروجنوزس مصيبه درس كبير جدا. طيب. طب ايه رايك لو سمول امبولاي راحت على الارتريز؟ بص معايا. الارتري الجدار بتاعه فيه حاجه اسمها فازا بازوره، اسمها ايه؟ فازا ايه؟ بازوره. الامبولاي من صغرها وصلت الفازا بازوره من اللي في جدار الارتري. طب وبعدين بصوا. لكن الامبولاي هتوصل الفازا مازورا اللي موجوده فين؟ في جدران الارض، فيها بكتيريا صح؟ فيها ايه؟ بكتيريا، فبيحصل ايه هنا؟ قال لك بيحصل انفلاميشن في الورك ارتري. انفلاميشن بالايه؟ في الورك ارتري. والانفلاميشن ده بيهيل باي فايبروزس. طبعا الضغط جوه الارتري عالي جدا صح كده؟ فالفايبر ستيش ده بقى حته ضعيفه في جدار الارتري. فالضغط العالي يعمل في ايه؟
يزقها وينفخها بالمنظر ده، تعمل انيوريزم. تعمل ايه؟ انيوريزم بيسموها مايكوتيك انيوريزم. مايكوتيك يعني انفكتيف يعني، او سببها انفكشن يعني انيوريزم. وكملناها. بصوا في الانيوريزم برضه عشان تبقوا عارفين، ساعات القطر بيتنفخ كده وساعات القطر بيتنفخ بالمنظر ده. يعني ساعات الدايليتيشن من ناحيتين، لازم فيوزي فورم انيوريزم. ساعات من ناحيه واحده اسمها السكيولر. اسمها ايه؟ السكيولر. يعني سكيولر وصف الشكل بتاعها، مايكوتيك الاسهال بتاعها انفكشن. فهمتوا القصه؟ تاني لو جريد انفكتيف امبولاي فيري سمول، تروح على الكليه تعمل حاجه اسمها فوكال انفلاميشن فين؟ في الكدني، او فوكال جلوميرولو ايه؟ نفرايتس. هتروح على الارتريز على الفازا فازورا، هتعمل انفلاميشن فين؟ في الورتا ارتري. بي هيل باي فايبروزس ويكنس في الجدار انيوريزم، بنسميها انفكتيف او اسمها مايكوتيك ايه؟ انيوريزم. شكلها عامل ازاي؟ قال لك الدايركشن من ناحيه واحده بس. هو لو من ناحيتين فيوزي فورم، لو من ناحيه، طب اشمعنى ناحيه واحده؟ مع حسب الامبولايه واقفه راحت فين؟ الامبولايه مش هتاخد الجدار كله، حتت معينه بس فين؟ في الجدار، بيتنفخ من ناحيه ايه؟ واحده بس. فهمتوها؟ طيب. طب لو راحت على الجلد تعمل ايه؟ بص معايا. بتظهر قوي في الايدين، الضفر عامل كده. بصوا لو رسمنا الجنب على ايه؟ على الضفر كده بالمنظر ده، الجلد كده، ده النيل. دي اسمها النيل بيت. ايه اللي بيحصل؟ قال لك الامبولاي بتوصل للكابيلرز اللي موجوده فين؟ في النيل بيت. واحسن نوع من الانفلاميشن فين؟ في الكابيلرز اللي موجوده فين؟ في النيل بيت ده. تيجي تبص على الضفر من فوق تلاقي فين نقط حمراء كده. هي يعني مش في الضفر نفسه، ده تحت الايه؟ الضفر. بيسموها اوسلر نوديوت. اسمها ايه؟ اوسلر زي ايه؟ نوديوت. على فكره مش لازم هنا، ساعات بتاخد ايد كلها. يعني هي تبقى ايه؟ موجوده هنا صح؟ بس ساعات بتاخد الهاند كلها على بعضها، تلاقي نقط حمراء كده كلها مليانه ايه؟ مليانه ايد. اسمها اوسلر زي ايه؟ اوسلر نوديوت. او اوسلر نودز اسمها كده. صعبه؟ يبقى تاني كده ركزوا معايا. انا لسه في الامبوليك. انا بتكلم عن انهي مرض دلوقتي؟ مين يا اخوانا؟ الاكيوت ما هزرتش. الاكيوت ما فيهاش هزار. الامبولايا عمنا طلعت بايميا، مع السلامه مات. تمام؟ ما فيش بقى هزار فيها دي خالص. حتى الكاسب نفسه ممكن يرابشر واكيوت هارت فيلر وهيموت. ما فيش كلام هنا. اللي فيه لعب هي مين؟ السب اكيوت. واحده واحده كده. الامبولايا بتجري في السيركوليشن. كبيره ولا صغيره؟ كبيره تسد انفارشن. صغيره التهابات. طب الصغيره تروح فين؟ طبعا تروح اماكن كتيره جدا، اشهرهم كليه فوكال جي ان، الكليه اللي راسها برموت. ارتري يتنفخ من الجنب، التف الجدار بتاعه يتنفخ. انيوريزم. جلد نقط حمراء، اوسلر زنوت. صعبه؟ في مشاكل؟ دي اسمها الكومبليكيشن، دي امبوليك كومبليكيشن. طيب كاردياك. قال لك خف يا عم، خد مضاد حيوي وبتاع والحمد لله. قال لك بس المضاد الحيوي هيموت لك البكتيريا صح؟ بس لسه في جلطه موجوده. تحصل لها اورجنايزيشن وهيلينج باي فايبروزس، وبعدين تطير لك الدنيا اكتر. فايبروزس يعمل ستينوزس، يعني لو اصلا في ستينوز هتزيد. لو في انكومبتنس هيزيد اكتر، يعني كده كده مطينه. فهمت اخوانا؟ يبقى ايه؟ الكارديك كومبليكيشن يحصل هيلينج باي فايبروزس وتخش في ايه؟ في ستينوزس، او يعني حتى لو ما كانش في ستينوزس هيخش فين؟ في ستينوزس. فهمتوا القصة؟ صعبة؟ آخر حاجة توكسيك. إيه توكسيك دي؟ أنا كان دلوقتي عندك امبولايا عمالة تلف في السيركوليشن صح؟ وبكتيريا عاملة كولونيز وبتاع. مش دي نوع من التوكسيميا برضو؟ هي لا ترقى إلا بالأكيوت توكسيميا يعني. ماشي؟ نوع كده حاجة شبه الكورونا التوكسيميا. فيحصل إيه؟ تلاقي عندي عندي سخونية، فيفر. فيفر. عشان وجود البكتيريا في الدم، تمام؟ إيه تاني؟ قال لك سبليدوميجالي. إشمعنى؟ اشمعنى اسبرين يعني ايه؟ اشمعنى ده بالظبط؟ ايه الفلتر بتاع الجسم كله؟ الاسبرين صح؟ في بكتيريا وعمال شغال واكتف وعمال بيكسر في البكتيريا وبتاع، بيحصل ضخم فين؟ في الاسبرين. طب ايه رايكم في دي؟ انيميا. ليه؟ انيميا وديجنريشن في الاورجنز. عشان التوكسيميا. ماشي؟ قال لك الانيميا التوكسين ده بيعمل نوع من الديبريشن فين؟ في البون مارو، فبيخش في انيميا. حلقة التوكسين ده بيعمل تغيرات في بعض البراكينتس اورجن، فاتت تشينج وكلاود سويلنج. فهمتوا القصه؟ كل ده بسبب وجود الايه؟ التوكسين فين؟ بس برضه لا ترقى للاكيوت توكسين.
اخر حاجه يقول لك كلابنج اوف فينجرز. ايه كلابنج اوف فينجرز؟ بصوا بيسموها هايبر تروفيك اوستيو ارثروباسي. بص يا شباب دلوقتي الظهر عامل كده، ده اسمه ايه ده؟ النيربيت صح كده؟ قال لك بيحصل هايبرتروفي للكونكتيف تيشو اللي موجود في النيربيت. ايه الميكانيزم؟ قال لك هي بتحصل في الكرونيك توكسين، بس ايه الميكانيزم؟ الله اعلم، انون. بيسمى المنظر ده هايبرتروفيك اوستيو ارثروباسي. بيحصل ايه؟ بروفريشن اوف كونكتيف تيشو اللي موجود فين؟ في النيربيت. وتلاقي الضفر بقى عامل كده، بصوا المنظر عامل ازاي؟ يعني هوريكم شكلها، بصوا عشان تتخيلوا بس المنظر. عارفين ايه ده؟ الفيجيتيشن اهي شكلها. بصوا المنظر عامل ازاي؟ هاي الحاجات الصفراء دي. بس بقولكم بس الاول شايفين ده؟ حضرتك ايه؟ الاصلر صح؟ انا بقولكم في الضوافر صح؟ ده مش ضوافر بس، ضوافر الايد كلها دي اصلر زي ايه؟ نوديولز. برضه هنا اهي ده برضه اصلر زي ايه؟ بس واخد الضوافر بس هنا. بصوا ده بقى كده ايه ده؟ قال لك ده اسمه كلابنج اوف فينجرز. ده اسمه ايه؟ كلابنج اوف ايه؟ اوف فينجرز. ايه اللي حصل؟ النيل بيت حصل بروليفريشن الانسجه اللي موجوده فين؟ في النيل بيت. ده الضفر وارد لفوق كده. على فكره ده ما بيحصلش بس في المرض ده. اي مرض فيه كرونيك توكسين. امراض الرئه المزمنه فيها الكلام ده كله. الهيفي سموكرز المدخنين اللي هم الهيفي قوي عندهم المنظر ده برضه. كلابنج اوف ايه؟ اوف فينجرز. والسب اكيوت بكتيريا اندوكارديت برضه فيها ايه؟ كلابنج اوف فينجرز. ليها كده اسم في الكلينيك اللي يقول ايه؟ الضفر ليه مظهر اسمه باروت بيك ابيرنس. عارفين الضربان؟ المنقار بتاعه بقلب لفوق كده صح كده؟ بيسموها باروت بيك. او ساعات بيسموها درام ستيك ابيرنس. يعني في درام ستيك العصايه بتاع الطبله تبقى ليها كوره كده في الطرف كده، ده بيسموه كده. اسمه درام ستيك ابيرنس او يسموه باروت بيك ايه؟ ابيرنس. في ده اخواننا ده اسمه يعني سؤال بقى الضوافر حصل فيها ايه في السب اكيوت بكتيريا اندوكاردايتس؟ حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ الاوسلر النقط والكلابنج. الاوسلرز والايه؟ والكلابنج. انتوا يا اخواننا صعب؟ عايز تستمتع بالدرس اقرا من الكتاب. رائع رائع والله العظيم. تحس انك بص عارف اللي بيلف في دايره ملهاش اخر كده ولا حاجه ليه؟ والله العظيم مش فاهم حاجه. ماشي؟ تحس ان الكلام كله شبه بعض. فيجيتيشن فيجيتيشن ديتاتشمنت ديتاتشمنت مش فاهم حاجه. وسؤال ليك في امتحان مقارنات على فكره يعني. ناخد موضوع ظريف كده بقى نختم بيه كلامنا. نعم. ممكن في بعض الاسر طبعا بيحصل، بس ايه الميكانيزم؟ اه المهم محدش عارف. بصوا يا شباب بصوا اللي انا هشرحه ده ماشي يعني هيقابلنا في معظم دروس الكارديو. تمام؟ نفهمه كويس قوي ونستوعبه كده مع بعض. مش طويل يعني، موضوع ظريف قوي حلو قوي يعني قوي. ركزوا معايا. هي الضربة دي بتمشي ازاي؟ ده ليفت اتريال، ليفت فنتركل، رايت اتريال، رايت فنتركل. ركزوا معايا. قال لي الدم بيجي من الليفت اتريال عشان بطل جيم، سيب الجيم دلوقتي يا معلم، مش عايز تنام.
تلعب جيم. من اللي بتاعك بيروح فينا على لعبة بنت، من اللي بتاعك بيروح دم علينا اخوانا على أورطة. الأورطة يغذي أنسجة الجسم كلها. قال لك الليفر، برين، أبر، لور، هيد ونك، أي حاجة. يرجع لفينوس ريتيرن عن طريق السبيرو فيناكيبا والإنفيرو فيناكيبا. يروح فين ها؟ على الرايت أتريم، من الرايت أتريم على الرايت فنتكل. الرايت فنتكل يضخ الدم على الشرايين الرئوي. بالمونار ارتري. يدخل على اللنج يحصل له اوكسجينيشن. ويرجع او يطلع الاوكسجينيتد بلاد من الرئه عن طريق البالمونار فينز. فور بالمونار فينز يروح فين ها؟ على الليفت أتريم وهكذا وهكذا تدور الايه؟ الحياه. ايه المشكله عندك؟ قال لك عندك اربع صمامات صح؟ هم الاربع صمامات دول ها؟ مايترال، اورتك، ترايكاسبيد، وبالمونري. مايترال، اورتك، ترايكاسبيد وايه؟ وبالمونري. اكتب ايه المشكله عندك؟ عايز اتكلم على كرونيك فالفولار ليجنز. يعني ايه كلمه كرونيك فالفولار ليجن؟ قال لك في حاجه فيها الياف صح؟ فيها فايبروزس. قال لك هو في اكيوت فالفولار ليجن؟ قال لك اه في اكيوت بس دي مميته. ماشي؟ يعني ما تجيش تقول لي باثولوجيكال افكت مثلا اوف اكيوت فالفولار ليجن هيموت. فاكرين رابشر اوف كاسب خدناه من شويه؟ ما ده اكيوت ليجن ده هيموت ده مش هيعيش ده. انما الكرونيك اللي بتعمل اعراض في الجسم على مدار سنين اسمها كرونيك فالفولار ليجنز. قال طب ايه الكرونيك فالفولار ليجن؟ حاجه من اثنين، يا يدين يا ما يقفلش، يا ستينوزس يا اما انكم. ده اللي علينا يعني. في حاجه ان شاء الله في البطنه او مذكور عندك كعنوان كده كده سطر في الكتاب دبل ليجن فروماتيك فيفر. يعني ايه؟ ضيق وما يقفلش. بس يعني اللي عندكم يا اما ستينوزس يا اما انكومبتنس. بمعنى المايترال، مايترال ستينوزس، مايترال انكومبتنس، اورتك ستينوزس، اورتك انكومبتنس، بالمونري ستينوزس، بالمونري انكومبتنس، خلاص. ماشي؟ طب عموما يعني ايه الاسباب بتاع كرونيك فالفولار ليجن؟ هم كلهم مشتركين في ثلاث اسباب. ركزوا معايا كده. وممكن نزود سبب واحد ايه؟ زياده كده ولا حاجه. بس في ثلاث حاجات رئيسيه بنتكلم عنها. بصوا سواء بقى مايترال او اورتك او ترايكاسبيد او بالمونري اي واحد فيهم يقول لك في عندك حمى روماتيزميه، روماتيك فيفر. وفاكرين ده؟ ها اسمه ايه ده؟ سب اكيوت هيلينج باي فايبروز صح كده؟ سب اكيوت بكتيريال ايه؟ اندوكاردايتس او كونجينيتال. تمام؟ بس خلي بالك من حاجه. يعني انا قلت لك ايه اسباب المايترال ستينوزس؟ والله روماتيك فيفر ها سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس ريرلي كونجينيتال. استنى بقى اسمع. اشهر صمام بتاثر قال لك اللي عليهم ضغط اعلى. مين عليهم ضغط اعلى؟ بتوع الشمال. يليهم بتوع اليمين. طب بتوع الشمال مين اكتر واحد فيهم متاثر؟ قال لك اعلى ضغط على صمام فيهم بتاع المايترال. اكتر فالفولار ليجن بيحصل هو بتاع مين؟ يليه في الترتيب يليه في مشاكل. بص بقى مين ده؟ مايترال اورتك. لو قلت لك ايه الموست كومون كوز للمايترال ستينوزس او اورتك ستينوزس او ترايكاسبيد هتقول لي روماتيك وسب اكيوت. لو جينا على ده مين ده؟ ايه الموست كومون كوز البلمونري كونجينيتال ريرلي سب اكيوت او روماتيك فيفر. اه يعني هما ثلاث اسباب للكل صح؟ بس بيقول لك ايه؟ يعني مثلا بص تعالى نقارن اورتك وبالمونري. موست كومون كوز للاورتك ستينوزس روماتيك وسب اكيوت بكتيريال فيري رير كونجينيتال. موست كومون كوز للبلمونري كونجينيتال ريرلي ها ايه روماتيك فيفر او سب اكيوت. فهمتوا القصه؟ هم نفس الاسباب. ماشي؟ يقول لك ذا موست كومون كوز اوف بلمونري ستينوز ام سي كيو بلمونري ستينوزس او بلمونري فالف ليجن. ماشي؟ يقول لك ايه روماتيك فيفر صح سب اكيوت بكتيريال ممكن بس هو قال لك موست كومون كوز ماشي كونجينيتال. فهمتوا اخوانا؟ فهمتوا اللعبه دي؟ بس في حاجات ثانيه يعني مثلا اورتك انكومبتنس مثلا برضه روماتيك فيفر سب اكيوت بكتيريال وسيفلس. فاكرين السيفلس؟ كومبليكيشنز اوف سيفلتيك اورتايتس فاكرين الكلام ده؟ اه تمام. طب اسباب الاورتك ستينوزس روماتيك فيفر سب اكيوت ورير كونجينيتال صح؟ وفي نوع كده بيجي في السن الكبير اسمه كالسيفيك اورتك ستينوزس. يعني بيحصل نوع من الاستينوز فين؟ في الاورطه مع شويه كالسيفيكيشن.
بس ايه الاشهر؟ ما تقوليش بقى كالسيفت بقى. روماتيك فيفر وسب اكيوت بكتيريا ايه؟ اندوكاربيتس. في مشاكل؟ يعني ما تنساش دول، اكتب اي حاجه ثانيه بعد كده. طب انا نزلت السيفلس طز. روماتيك فيفر وسب اكيوت ايه؟ ريرلي كونجنتال. فهمت يا اخوانا؟ اوعى تنسى الاثنين اشهر حاجتين بيعملوا فالفولار ليجن بتوع الشمال روماتيك فيفر وسب اكيوت. البلمونري اكس اشهر حاجه كونجنتال. الرير هم الروماتيك ومين؟ والسب اكيوت. طب انت عايز تعمل ايه دلوقتي؟ بص بقى كده صحصحوها معايا تعالى نتفرج. نمسك حاجه حاجه ميترال ستينوزس. مش ده المعلم بتاعهم صح؟ بص. اسبابه ها؟ يلا قولوا ايه اسبابه ده؟ روماتيك وسب اكيوت. ريرلي كونجنتال. ايه تاثيره؟ بيعمل ايه؟ بص بقى ركزوا معايا كويس. قال لك امشي عكس اتجاه الدم. ازاي؟ بص ممكن بقى تسيبوا اللي في ايديكم وتركزوا معايا كده. انت عايز تبوظ مين في ده؟ هتعمل فيه ايه؟ قال لك ده ايه؟ قال لك طب استنى هو الليفت اتريم بيضخ الدم فين؟ الليفت فينتري صح؟ والليفت اتريم الباب بيتفتح له وقت محدد عشان ينزل الدم بتاعه فين؟ الليفت فينتري. يخلص الوقت ده يروح قافل تاني الصمام خلاص. قال لك دلوقتي بقى الليفت اتريم دخل في مشكله. ايه المشكله دي؟ ان الباب بيفتح الوقت المحدد بتاعه ما بيتغيرش. بس المشكله السبيس بقى ضيق. بقى مش كل الدم بتاع الليفت اتريم بيخش على مين؟ على الليفت فنتركل. بقى في دم بيتراكم فين يا اخوانا؟ في الليفت اتريم. وفي نفس الوقت مين اللي بترمي بالجردل من فوق؟ اللنج. مش في دماغها حاجه دي. يا حاج استني بس عشان الباب ضيق بس مالهاش دعوه يا اخويا انا مالي هم اللي بيكبوا عليا. يعني هما غير اللنج بيجي لنا هو مالناش دعوه مفيش خالص شغاله خالص هي لنج يعني انا مالي بالقلب تحت ما يولي على القلب تحت ايه اللي الدم اللي جالك ترميه وخلاص فلفت اترم قال لك اكبر دماغي انا برضو اترم بتاع ولفت واسم كبير هوسع شويه دايلاتيشن مين اول اورجن بيتاثر دلوقتي ها؟ لفت اترم هيحصل في ايه؟ يوسع سنه يقول لك يمكن لما اكبر دماغي شويه اوسع ايه كده ممكن يعني ايه يعني استوعب شويه الدم الزياده اللي تراكموا فيها دول مش عارف ان الموضوع مستمر اصلا مش هيقفل شويه يفتح تاني لا ده هو قافل على طول قفش خلاص جت ضربت معاه مش شغال تاني اتصل بالرايت فينتريكل بتاعك اتكلم معاه اتصرف معاه ده مش دعوه وبعدين الدم بيزيد 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 صح؟ قال لك خلاص هلعب حديد ماشي يمكن لما عضلات تقوى شويه هتغلب على الحقير اللي موجود تحت ده وابدا اضخ الايه؟ الدم المتراكم فيا ماشي؟ هيدرتر لا تكبير الدماغ نافع ولا لعب الحديد نافع ماشي يا جنيدي قاعد انت ماشي لسه بتاكل يا جنيدي؟ لسه بتاكل برضه؟ طيب ماشي يا عم بس انا باكل هنا يبقى ايه؟ دايلاتيشن ما جابش نتيجه صح؟ لعب الحديد ما جابش نتيجه قال لك يولع بجاز يولع بجاز ايه؟ فايبريليشن اتريال فايبريليشن الاتريوم بقى واسع وعمال ايه؟ مرعوش بيترعش كده. قال لك كونتراكشن ريت 400 600 فانكشنلس كونتراكشن مفيش اي كونتراكشن خالص. والدم بقى استجنن شبه استجنن فيه واتكونت فيه جلطه اسمها بولس رومبوس. حلاوه. الخطوات تاني اللي حصلت راح كده كبر دماغه لعب حديد يولع بجاز. ادي المشكله بتحصل. مين اللي كانت بترمي مش في دماغها خالص من فوق؟ الرئه فجاه بترمي لقيت دم هي راكب ارض في شهر ايه يا عم ده؟ بدا يحصل فيها ده تاني سي في سي وخلي بالك الباك بريشر على مين؟ على البلمونري بلمونري هايبرتنشن مين اللي ما كانش في دماغه خالص؟ الرايت اصل يا عم يعني بيقولوا ده على فكره في مشكله في الليفت سايد يا عم احنا مالنا دول ليفت واحنا رايت وفي رنج في النص ياه فجأة لقى المجال ضربه في وشه. ايه يا عم ده؟ اتكلم الرئة وانا مالي يا اخويا؟ هتكلم الليفت اترم، كان الليفت اترم وعمل انا مالي يا عم؟ شوف المايترال من 60 في 70 اللي قافل تحت ده. ماشي؟ الليفت رايت فنتركل قال لك مو مالي؟ انا برضه اسمي فنتركل، ده ليه اترم وهايف؟ ما بيتعلمش من دروس السبت. هوسع. هلعب حديد وده بيضحك عليه، قديمة. ويولع الجاز. بص معايا كده. تاني حاجة اللنج حصل فيها اللنج ردوا سي في سي ها
والمونري هايبرتنشن. الرايت فنتري ها قول خطوات وسع العب حديد وبعدين فيلير. ابويا 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 مين وراها؟ رايت اتري مش كده؟ رايت سايد هارت فيلير. طب الرايت سايد باوز الفينوس ريتيرن امبيرد صح؟ يحصل كرونيك فينوس كونديشن اول اوفر ذا بودي زائد جنرالايزد ايدين. الحاجه السليمه الوحيده في العيان ده الليفت فنتركل. يعني ده عيان عايش بجزء صغير في جسمه ليفت فنتركل بس. وحضرتك استنى استنى ايه؟ باك بريشر على الاورطه. يعني استنى استنى يعني الليفر باظ والبرين باظ والافر واللور والهيد والنك كله باظ ومستني بقى الباك بريشر بقى يكون مات. ما هو عايش بقى يعني يضغط على ده فالليفت فنتركل كمان ايه يبوظ. يا سلام يعني الليفر بقى محتقن بدم وبايظ والسبلين والكدني والانتستين والابر واللور وكله متنام بليله ومستني بقى الباك بريشر عشان ايه يموت. ما خلاص مات خلاص مش هيستنى. يعني ده عايش بحاجه سليمه واحده في جسمه مين؟ ليفت فنتركل بس. يكلموا الليفت فنتركل بتتدخل معاه في الموضوع. والله يا جماعه انا مفيش مشكله عندي يديني الدم وانا ادخه على طول مفيش مشكله يعني. هو على قلبه حلاوه صح كده؟ مفيش دم جاله كتير بتاعه مظبط نفسه بقشطه وبتاع مش في دماغه ان الخلل ده ممكن ياذي الجسم ايه كله. انما الجسم كله يونت واحده ايه ما يتفرقش ايه عن بعض. المشكله في اي مكان ممكن تاثر على المكان التاني بس ما حدش بيتعظ ولا بيعتذر. تاني عايز اقول ايه؟ تاني هنا دايلاتيشن وسكر هايبرتروفي. طيب دلوقتي هل في اي حل للموضوع؟ ماشي. الاتريال اللي يخش في حاله اسمها اتريال فيبريليشن دايليتد ويز فانكشنز كونتراكشن. الكونتراكشن ريت بتاعه من 400 ل 600 يعني بتراش بس كده. هل ده بيضخ دم؟ بيضخ دم. طب العيان ده قال لك استنى لو انا لحقته كده قال لك انا عالج المفروض يعني ماشي عايزين نعالج مين؟ الصمام طبعا دي جراحه. طب عشان اعالج الفيبريليشن قال لك المفروض يعني تديله ديجيتاليس مش كده برضه؟ خدته كارديو ولا ما خدتوش الكلام ده؟ قال لك بس قبل ما تديله ديجيتاليس خلي بالك لا يكون عنده فولس رومبس. ليه؟ قال لك لان لما تديله ديجيتاليس الكونتراكشن ريت بيرجع نورمال تاني. لما الكونتراكشن ريت بتاعه بيرجع نورمال تاني في جلطه موجوده صح؟ هتتفتت وتجري في سيركوليشن ممكن تعمل له امبريزمو. فقبل ما تديله الديجيتاليس العيان ده تعمل له ايكو. ماشي اتاكد ان ما عندوش جلطات فين؟ في الليفت اتشن. الديجيتاليس بيرجع الكونتراكشن ريت نورمال تاني. فالكونتراكشن بيرجع نورمال ممكن يفتت الجلطه اللي جواه وتجري في قلب السيركوليشن يموت من ايه؟ من امبوليزم. فهمتوا؟ يبقى تاني مايترال ستينوزس باك بريشر ها على الليفت اتريم او حاجه اصلا باك بريشر على اللانج رايت سايد انسجه الجسم كلها. مين اللي سليم دلوقتي؟ مين؟ الليفت فنتركل. طب لو احنا عملنا مايترال انكومبتنس وده كان ايه اللي احنا بنتكلم عنه ده؟ ستينوزس صح؟ ايه اللي هيحصل؟ بص معايا مايترال انكومبتنس. بصوا كده معايا دلوقتي الليفت فنتركل لما بيجي يضخ الدم المفروض الدم يروح فين؟ على الاورطه ما يطلعش على الاتريوم صح؟ دلوقتي اللي بيحصل المايترال بيفتح ما يقفش يفتح وما يقفش. قال لك الليفت فنتركل هيضخ الدم على مين؟ على الاورطه وعلى مين كمان؟ وعلى الليفت اتريوم. الليفت اتريوم بيجي له دم من الليفت فنتركل دلوقتي صح؟ مع الدم اللي جاي منين؟ من الرئه. كميه الدم في الليفت اتريوم زادت صح؟ الليفت فنتركل هيجي له دم في كل مره ازيد من الاول. ليه؟ الدم اللي هو رجعه والدم الزياده. فانتوا قسمنا ازاي؟ بقى في دلوقتي فوليوم اوفرلود على مين ومين؟ على الليفت فنتركل وعلى الليفت اتريوم. نفس الفكره ها؟ العب اوسع العب حديد يتحرق بجاز. يعني ايه؟ يعني بص هيبوظ مين من الاول ها؟ ليفت فنتركل وليفت ليفت فنتركل وليفت اتريوم صح؟ لانج رايت سايد والاوفر ذا بودي مش كده؟ بس مين يعني بقى مايترال انكومبتنس بالظبط زي المايترال ستينوزس. الفرق ان المايترال انكومبتنس الليفت فنتركل بيبوظ صح؟ في المايترال ستينوزس الليفت فنتركل سليم. يعني انا قلت لك ايه تاثير المايترال انكومبتنس؟ هي هيها زي المايترال ايه؟ ستينوزس زائد الليفت فنتركل بيحصل فيه ايه؟ دايلاتيشن ها؟ هايبرتروفي ها؟ فيلير. طب لما الليفت فنتركل يبوظ هيقل الكارديو اوت بوت ويحصل سكيميك مانيفستيشن.
تاني اورتك مايترال انكومبتنس. الالف المايترال بيفتح ما يقفلش، يفتح ما يقفلش. اسمعوا الليفت فنتركل بيضخ الدم على الاورطه وعلى الليفت اتريوم، والليفت اتريوم في نفسه بيجي له دم منين؟ من اللنج. فعندك كميه دم زياده فين دلوقتي؟ في الليفت اتريوم، تخش على الليفت فنتركل. كل مره الليفت فنتركل بيرجع دم ويجي له دم ازيد من الاول. الدم بيزيد في الليفت اتريوم وبيزيد فين؟ في الليفت فنتركل. طبعا الكلام ده كرونيك بيقعد سنين على الناس الحاجات دي. ماشي؟ بعد فتره ايه اللي هيحصل؟ دايلاتيشن هايبرتروفي فايبريليشن. دايلاتيشن هايبرتروفي فيلير. باك بريشر على اللانك، باك بريشر على الرايت سايد، باك بريشر على كل اسكتد ايه؟ الجسم. بالاضافه ان ده كمان باظ هيقل الكارديك اوت ايه؟ اوت بوت. السؤال بقى دلوقتي ايه التاثيرات بتاع الاورتيك ستينوزس؟ مين يقولها لي بقى؟ مش فهمتوا اللعبه دي؟ اورتيك ستينوز مين اول واحد هيبوظ؟ ليفت فنتركل. ليفت اتريوم. خلاص كمل. طب اورتيك انكومبتنس يعني ده بيضخ الدم ويرجع له تاني. ليفت فنتركل. يعني بص كده معايا. مايترال انكومبتنس يساوي اورتيك ستينوزس يساوي اورتيك انكومبتنس زي بعض. الفرق في حاجات في الاعراض الكلينيكال ازاي تشخصها، بس الباثولوجيكال مانيفستيشن بالظبط نفس اللي بيحصل في المايترال انكومبتنس. ما هو ليفت فنتركل مع انزيمات الجسم كلها صح؟ اورتيك ستينوزس ليفت فنتركل مع الباقي، اورتيك انكومبتنس الليفت فنتركل برضه مع الباقي. ايه الفرق بس اللي مختلف عنهم؟ المايترال ستينوزس. ايه الفرق في المايترال ستينوزس عن دول؟ ان الليفت فنتركل سليم. طب سؤال تاني، ايه رايكم في بالمونري ستينوزس؟ بالمونري ده يعني الرايت سايد هيبوظ صح؟ وسي في سي وجنرالز دي ايه؟ ايديم. طب اللنج سليمه؟ رد عليا. اه طبعا سليم. الليفت سايد سليم؟ لاحظوا حاجه ان كل مشاكل الليفت سايد بتعمل رايت ايه؟ سايد. كل مشاكل الليفت سايد بتعمل رايت ايه؟ سايد هارت فيلير. بس الرايت سايد فيلير ما بيعملش ليفت سايد ايه؟ فيلير. فهمتوا القصه؟ لان الليفت بيعمل باك بريشر فين؟ على الرايت. مشاكل الرايت باك بريشر على الجسم كله ما عدا الليفت سايد واللنج. في مشاكل صعبه دي؟ فهمتوها؟ اقولها تاني؟ ماشي يا اخوانا؟ فعلا.